وكأنها دولة وكأنه نظام وكأن في مسؤولين وفي وزارات بتتحرك. كل ده كلام جميل لما تسمعه، بس الحقيقة زي ما انت شفتها دلوقتي اللي بيشيل المواطن أخوه المواطن، اللي بيشيل جثة المصري مصري تاني، مصري وإيه مش فارقة، المهم إن هو مصري مدني، ما هوش جاي من وظيفة ولا جاي من قطاع عسكري ولا حاجة. عارف الموتى اللي انت شايفها دي والناس اللي ماتت في القطر، خسائر وأرواح بتروح وعائلات بتفقد عيالها أو عوائلها، بس كل ده عند كامل الوزير ولا حاجة. كامل الوزير بيقلل من الموضوع تماما وبيقول لك اللي كانوا في القطر اتجرحوا جروح بسيطة وللأسف اعتبروا نفسهم كلهم مصابين. واضح ان كامل بيه أساءوا، ان اللي مثلا دراعه اتفتح ولا رجله اتكسرت تعتبر نفسه مصاب، ولا حتى اللي اتعور ازاي تعتبر نفسك مصاب؟ لازم يبقى عندك تحمل مسؤولية. اي نعم الوزير ما عندوش تحمل المسؤولية وما بيعترفش بالتقصير وبيرمي الكرة على اي حد تاني، بس انت يا مواطن ازاي تعتبر نفسك مصاب؟ ده انت يا دوبك اتجرحت، يا دوبك عندنا 4 ماتوا و51 اتصابوا، ازاي تعتبروا نفسكم مصابين وتحرجوا سيادة الوزير؟ سيادة الوزير البجح اللي ما عندوش نقطة دم في وشه وطالع يكلم الناس بالشكل ده بعد ما تسبب في موتهم وفي اصابتهم. مجرد ما بيحصل حادث فالركاب بتخبط في بعضها او بيحصل له سحجه او حاجه، فكل الناس طبعا اللي كانوا في العربيه دخلوا المستشفى فاعتبروا نفسهم كلهم مصابين. ولكن طبعا هو الاصابات اللي ممكن نقول اصابات هم 4 حالات 5 حالات بحد اقصى اللي مات منهم. 4 حالات يا جماعه عادي، 5 حالات عادي، مع ان احنا لسه جايبين من على الاعلام بتاعه والجرايد بتاعتهم في 4 5 ماتوا وفي 51 مصاب. هو يقول لك يعني اصل كل واحد يعني حصل له حاجه اعتبر نفسه انه مصاب، امال يعتبر نفسه ايه؟ انا مش فاهمك بصراحه. احدى الناجيات بتكشف كيف تمت اصابتها بخلع في الكوع نتيجه حاله الذعر بعد ارتطام القطارين. يا جماعه احنا ما بنتكلمش على عجلتين دخلوا في بعض، احنا بنتكلم على قطرين دخلوا في بعض. ناجيه من الحادث بتقول كنت متجهه لحضور حفل زفاف بمدينه القصاصين في اسماعيليه، وفجاه سمعت صوت ارتطام قوي ولقيت القطر بيتهز والناس بتجري وتصرخ، فقمنا بالقفز من القطر واغمى عليا، ثم قام الاهالي بافاقتي ونقلي الى المستشفى ومصابه الان بخلع في الكوع. عايزين بس نسال سياده الوزير، هو ده يا ترى يعتبر في وجهه نظر حضرته وفي رايه السيده دي تعتبر مصابه ولا دي مصابه بتتدلع ولا بتتلكك؟ انا مش فاهم الراجل ده، يعني مفيش دم؟ اقل حاجه تتحمل مسؤوليه. هما يعني بيقولوا تصريحات وبيقولوا تصريحات تانية بعيد عن الواقع، انما سياده الوزير لما طلع اتكلم كلام فاضي، قال لك والله اصل الناس اللي اتخدشت اعتبرت نفسها مصابين، بينما القاهره 24 بتقول لك هنضاعف تعويضات وفيات حادث قطاري الزقازيق ل100,000 جنيه، بينما المصابين لم يحدد بعد تعويضهم لكن هتكون على حسب شدة الإصابة. يعني لو أنت متعور قوي هتاخد فلوس، ولو متعور قوي قوي هتاخد فلوس أكتر، ولو أنت مخدوش زي ما سيادة الوزير بيقول فأنت كده مش من حقك أصلا تحط نفسك في خانة الضحايا أو المصابين. وكأن القصة كلها وما فيها إن هو مين المصاب ومين المجروح وتوصيفه علشان نشوف عندنا كم فائد، نفس العلاية العسكرية، عندنا كم فائد وكم مصاب. مفيش بقى تحمل مسؤولية سياسية، مفيش تحمل مسؤولية الناس اللي ماتت، الأرواح اللي ماتت، الأموال اللي راحت، ما دول قطرين، ما دي فلوس، فلوس دولة، مفيش تحمل مسؤولية الكلام ده كله. ليه الباشا مش عايز كده؟ تعال شوف واسمع معايا. والدة اتنين ماتوا في حادثة القطر، كلامها في مقابل كلام كامل الوزير، وطبعا هي عندي أصدق وأوفى وأشرف من كامل الوزير ومن حكومته. ومش عايزه حاجه، 5 دقايق من دلوقتي هتبقى معايا. شيل العيال بس يا دكتور، بس اما مش عارفه اما اعمل ايه بصراحه. عندها 2 ماتوا والوزير شغل نفسه هو مين المجروح، عايزين نعرف مين الجريح عشان طبعا ده هيترتب عليه تعويضات.
وكأن حياة الناس بقت عادي، عادي هنموت شوية وهنديهم تعويضات يا جماعة مش مشكلة. الست كل اللي بتقوله أنا بس عايزاهم يدفنوا مع بعض. يا ترى الكلام ده سمعه سيادة الوزير ولا سمعه تقيل وجلده تخين وما بيفهمش في مشاعر الناس؟ ولا دول زي الفائد اللي في القوات المسلحة أرقام عندنا 25% فاقد، تعرف ده؟ لما بيكون في تدريب في القوات المسلحه بيقول لك عندنا من 20 ل 25% فاقد، يعني كل 100 يموت منهم 25 عادي. يا ترى حكومه السيسي وكامل الوزير بيتعاملوا مع الدوله المصريه والشعب المصري بالمنطق ده؟ منطق 25% فائد مش مشكله يخلوا مكان للي بعدهم؟ من ردود افعال السيد الوزير كامل بيه الوزير انه بيقول لك الناس كانت يعني ملمومة كتير وده ادى انطباع ان الحادث كبير، بس احنا خلصنا كل حاجة. الناس انت عارف بتبقى يعني حابه تستطلع الحارس، حابه تشوف، حتى برضو المصريين انت عارف ان هم عندهم يعني حته الشطاره والجدعنه ويبقوا برضو خايفين على الناس، فبيحاولوا الناس تيجي كتير عايز ينقذ حد او حاجه، ولكن الموضوع كان خلصان يعني من البدايه. طبعا الموضوع كان خلصان عشان الباشا على طول لم كل حاجه وهو عايز يحسسك ان هو شاطر جدا وده كذب. الناس هي اللي شالت بعض، لحم الناس شالته الناس لحد ما البهوات قاموا من النوم علشان يشوفوا عندهم كام جريح وكام واحد ماتوا عشان يشوفوا حيرموا لأهاليهم ايه. دي العقلية اللي بيتعامل بيها السيد العسكري البليد. يا ريتهم عساكر زي العالم، يا ريت في سعد الدين الشاذلي ولا الجمسي ولا حاجة. دول بلدة في العسكرية وبلدة في المدنية وبلدة في إدارة الدولة ومشينها بنظرية البلطجية، وزعيم العصابة عايز إيه اعملوا له اللي هو عايزه. تعال شوف معايا من قلب الحدث، سيبك من كلام الرجل التافه اللي يعني كل ما تكلم يعني جلب لنفسه لعنات الشعب. من قلب الحدث، من قلب الحادثة، سيدة مصرية بتوجه حديثها لمراسل المصري اليوم وبتقول للسيد الوزير يا وزير النقل اهتم شويه، مش كل يوم حادثه يا راجل. السيده المواطنه بتشرح الموضوع ببساطه بتفهمه يمكن يفهم اذا كان عنده مخ. اهتم شويه عشان مش كل يوم هيبقى عندنا نفس الحادثه بنفس الـ كل حاجه فيها نفس التفاصيل. اصل احنا كمصريين مش مضطرين نستحمل خلفيتك العسكريه عشان السيسي بيحبك، وانا مش مضطر ان انخدع واصدق ان انت بتاع انجازات. انت راجل بتاخد فلوس من بره زي ما السيسي بياخد، انت ملك حمل يعني ملك في جمع القروض وجلب القروض والديون على الدولة المصرية زي ما السيسي إمبراطور في جلب القروض وتحقيق أو إيجاد مديونيات على الشعب المصري كله. فممكن نبطل منظرة؟ ممكن نشتغل؟ يبقى شغل بجد؟ يبقى شغل للتطوير بجد مش منظرة والسلام؟ لأن لسه كامل بيه الوزير بيدور على شماعات، هو ده اللي اتعلمه من السيسي، ما عندوش حاجة غير الشماعة. أنا كنت منتظر زي ما حضراتكم عارفين إنه يطلع يقول والله أصل سواق القطر ده كان إخوان مسلمين، بس تقريبا لقوا إن الموضوع بقى بلط قوي، يعني تنح قوي، الناس خلاص مش هتصدق. فطلع قال لك أصل العنصر البشري ممكن يخطأ، ويعني كل حاجة ممكن تحصل زي ما قال كده. حتى الان هو يعني نقدر نقول سبب عنصر بشري، ولكن ايه بالتحديد؟ هي النيابه العامه هي اللي بتحدد وبتعرف يعني الامور الفنيه كلها تمام، القطر تمام، الاي تي سي شغال، كل حاجه تمام، احنا داخل المحطه. لا بس هو الاي تي سي مش شغال يا باشا، لان كامل بيه الوزير وقف العمل بنظام الاي تي سي بتاع الانذار المبكر ده، وقفه ورفعه من الشغل من فتره. هيطلعوا بقى يقولوا لنا لا وانتم مش واخدين بالكم، لا احنا واخدين بالنا ان كامل بيه الوزير وقف النظام ده عن العمل، وده اللي تسبب في بعض الحوادث، لان مش منطقي قطر واقف وقطر تاني لبس فيه. ايه للفنيات تمام يا باشا؟ مين قال لك ان الفنيات تمام وكل حاجه تمام؟ هو طالع يقول لك انا كويس وزي الفل وخلاص بقى، واصل ده اكيد يعني ممكن يبقى خطا بشري، ويشوف لك محوالجي ويلبسها له وعادي جدا، وده بيحصل وعادي ما عندهمش مشاكل فيه. يعني
عامل التحويلة، دايما عامل التحويلة هو اللي بيشيلها. بس احنا قالوا لنا قبل كده ان في دول استغنت عن عامل التحويلة ده واستبدلوها بنظام آلي. احنا ليه بقى لما خدنا مليارات الفلوس قد كده لوزارة النقل، جبنا ديون بالمليارات عشرات المليارات، ليه ما استبدلناش عامل التحويلة بنظام آلي؟ ولا ده عشان بيحمي او في مصلحة المواطن؟ ولا ده ما فيهوش لقطة، مش القطر السريع والمونوريل والبتاع؟ تعال شوف معايا، يعني ده نظام حصل بالفعل. يعني عمال التحويلة شمعت النظام لتدارج فشل. استراليا بتستخدم تقنية الأوتو هاول دي في منطقة بيلبارا، وهي نظام تشغيل قطارات ذاتي بالكامل بيستخدم الذكاء الاصطناعي والكاميرات المتقدمة لتشغيل القطارات بدون تدخل بشري. هولندا على سبيل المثال، شركة ألستوم عملت تجربة ناجحة لتشغيل قاطرة تحويل ذاتية بالكامل، وممكن تبدأ الحركة وتتوقف وتتعامل مع العقبات بدون تدخل بشري. بريطانيا عندها نظام مترو لندن، وخاصة خط فيكتوريا، بيستخدم نظام تشغيل آلي من سنة 68. وده النظام ده بيشغل القطارات تلقائيا مع وجود سائق للإشراف وفتح وإغلاق الأبواب بس. فرنسا نظام مترو باريس بيستخدم تقنيات التشغيل الآلي في بعض خطوطه، وده بيقلل من الحاجة إلى التدخل البشري في تشغيل القطارات. وعلى فكرة ده مش الدول دي بس، دول كتير تانية، منها الدول في اسكندنافيا، الدنمارك وغيرها. روحوا قطر يا جماعة، اللي بيقولك عايزين كاس العالم، روحوا قطر. مشفتوش قطر ليه؟ ما عندها برضو الحاجات دي.